العلاقة بين الأجهزة الذكية والأمراض غالبا ما بيكون مغزى الحديث سلبي، فمثلا بنستعرض أضرارها وكيف أنه مثلا كثرة استعمالها بتسبب أمراض خطيرة. لكن خبرنا التالي حيكسر هذه الفكرة النمطية، فهو بيحكي عن كيفية مساعدة تطبيق هاتف ذكي، هذه أو كيفية مساهمته في إنقاذ حياة شاب بريطاني بيدعى جيسون شيريدان. طيب، حكاية جيسون بدأت بعدما لاحظ وجود شامة على ذراعه الأيسر لأول مرة في عام 2018، ولكنه قرر أنه ما يركز معها أو يعيرها أي اهتمام، بس بعد مرور سنة لاحظ أنه لونها بدأ يتغير وكمان حجمها كبر، فقرر بدل ما يروح للطبيب أنه يحمل على هاتفه أو يحمل على هاتفه تطبيق اسمه سكين فيجن، كون أنه هذا التطبيق بيزعم اكتشافه للشامات والبقع الجلدية اللي بتحمل خلايا سرطانية. وبالفعل بدأ يتلقى جيسون تنبيهات من التطبيق بأنه الشامة الموجودة على ذراعه هي هاي ريسك زي ما نحن شايفين، أو شديدة الخطورة، وبتدل على إصابته بمرض سرطان الجلد، ويجب عليه سرعة استشارة الطبيب المختص في أسرع وقت. ففعلا طبق هذه النصيحة وراح وقابل الطبيب اللي شخصه بأنه مصاب بسرطان الجلد من المرحلة الأولى، وعليها خضع لعملية جراحية لإزالة الشامة. استغرقت هذه العملية 40 دقيقة كاملة، لكن الحكاية كانت نهايتها سعيدة حيث شفي جيسون تماما من السرطان.